يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم راح تكون وصفة جدا مميزة، شفتها في كثير مواقع وحبيت كثير إني أجربها صراحة. بعد ما جربتها ما شاء الله طلعت أكثر من شهية. وصفة جدا مميزة، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون راح أحتاج لكمية من الباذنجان. أنا تقريبا هون استخدمت 4 حبات باذنجان. بنغسل الباذنجان كثير منيح وبعديها راح نبلش نقطع فيه. بالنسبة للتقطيع راح أقطعه على شكل دوائر، وحاولوا أنها تكون معكم الدوائر شوي سميكة. طبعا هون أنا راح أقطع كل الكمية وبعديها راح أبلش أقشر فيه. راح أحكي هون بالنسبة للتكشير راح نقشره مع المحافظة على شكل الدائري للقشرة. طبعا حاولوا أنها تكون معكم القشرة شوي سميكة بهذا الشكل. هلا هون راح أحط القشر بصحن على جنب وبعديها راح أبلش أقطع بالباذنجان. بالنسبة للتقطيع هون رح نقطعه على شكل مكعبات، وحاولوا انها تكون معكم المكعبات شوي صغيرة. بعد ما نخلص تقطيع رح احطها بصحن نظيف. طبعا هون لازم نقطع كل الكمية. الخضار رح احطها معها طبعا الاساسية اللي هي البندورة. تقريبا انا هون استخدمت 3 حبات من البندورة، ورح نحتاج كمان البصل الاخضر تقريبا نص كاس. اكيد ممكن تستخدم البصل الابيض، ورح نحتاج كمان نص كاس من البقدونس المفروم. رح نحتاج كمان هون 4 حبات بيض. بالنسبة للبيض هون رح اخفقه في البداية وبعدها رح انزله على الخضار. البهارات اللي رح نحتاجها هون اللي هي الملح بالإضافة للفلفل الأسود، رح أحط كمان بودرة الثوم بالإضافة كمان للبابريكا. هلا هون كمان رح نحتاج لطحين. بالنسبة للطحين كل بيضة بتحطوها بتحطوا عليها تقريبا معلقة كبيرة من الطحين. أنا هون حطيت 4 ملاعق كبار من الطحين. هلا هون بخلطهم كثير منيح مع بعض. لازم تخلطوهم كثير منيح. بهيك عندي الخلطة صارت جاهزة. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر للقلي. بالنسبة للقلي هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحط فيها القشر الباذنجان اللي احنا قشرناه. طبعا عندنا هون النار رح تكون على النص، يعني القلاية بتكون ساخنة والنار بتكون على النص، ونبلش نحط الحشوة اللي احنا عملناها. طبعا هون حاولوا تكونوا كريمين بالحشوة. زي ما حكيت لكم لازم تكون عنا النار واطية حتى تستوي معنا. طبعا اول ما نشوفها انها من تحت اتحمرت بنقلبها. هلا هون رح اقلبها. ما تتخيلوا الوصفة بجد أكثر من شهية وجدا مناسبة، حسيتها للعزايم وللمناسبات، وحتى ممكن تعملوها وجبة عشاء خفيفة. هلا هون بطلعها وبحطها بصحن نظيف، وبهيك حتى تخلص معي كل الكمية. عند التقديم هون بنقدم جنبها الليمون. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم وبتمنى انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو حتى تدعموه، وما تنسوا كمان الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية.